السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من التلفزيون المصري، وبين يوم مضى وآخر يطل إليكم أحداث 24 ساعة ندوها بالعناوين. الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. الوطنية الانتخابات تطالب المصريين بالحرص على المشاركة إيجابية في الانتخابات الرئاسية، ووزير الداخلية يلتقي قيادات الأجهزة الأمنية لمتابعة خطة التأمين. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 17500 شهيد. إلى تفاصيل الأحداث. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة الجاري إنشاؤها. الرئيس السيسي قام بالاطمئنان على العاملين وعلى سير العمل، مؤكدا أهمية هذا المحور لتغيير الشكل المروري في القاهرة. كما وجه سيادته بمواصلة الحرص على الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق بمحافظة القاهرة. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، حيث شملت الجولة تفقد أعمال إنشاء محور اللواء محمود نصر الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجديدة الجاري إنشاؤها لتخفيف الأحمال المرورية على طريقي القاهرة السويس والقاهرة الإسماعيلية، حيث يمتد بطول 19 كيلومترا بدءا من تقاطع الطريق الدائري الأوسطي حتى محطة عدلي منصور التبادلية، بما يساعد على التنقل بسهولة إلى منطقة شرق القاهرة في أحياء مصر الجديدة وجسر السويس وصولا إلى مناطق وسط وغرب القاهرة. وقد قام السيد الرئيس بالاطمئنان من العاملين على سير العمل. طبقا يا فندم لتعليمات سيادتك، تم الدراسة والتصديق على إنشاء محور اللواء محمود نصر من تقاطع فندم مع الطريق الدائري الأوسطي حتى الوصول إلى محطة عدلي منصور التبادلية على محور المستشار عدلي منصور. سيادتك فندم أمرت إن احنا نخفف الكثافات على طريق السويس وعلى طريق الإسماعيلية وعلى كل التجمعات السكنية اللي موجودة على طريق السويس. الطريق ده يا فندم بيخدم على كل المناطق اللي هي شرق مصر، اللي جايه محافظات شرق مصر او من مناطق الوجه البحري، مستفيد من الدائري الاقليمي او من الدائري الاوسطي للوصول الى بدايه المحور بتاعنا يا فندم من على الدائري الاوسطي الى الوصول الى مناطق مصر الجديده وجسر السويس. المحور ده يا فندم بطول 19 كيلومتر، في جزء غرب الدائري يا فندم ده حوالي 7 كيلومتر وجزء شرق الدائري 12 كيلومتر. لما بيربط فندم معايا هنا على مناطق جوزيف تيتو بيسهل الحركه فندم من مناطق مصر الجديده ومناطق شرق القاهره ومطار القاهره، ولما يربط على عد منصوره فندم بيسهل الحركه منه، بينقل الحركه منه المروريه، بيربط منه مناطق السلام عين شمس المطريه، ومنه فندم الفريق العصار، منه لرود الفرج، وبعد كده فندم يوصل لطريق اسكندريه الصحراوي. انا عايز اقول للناس هنا ايه، انا عايز اقول لهم ان ال 19 كيلو دول اللي احنا عملناهم احنا بدراستنا محور الاسماعيليه ومحور السويس لقينا ان احنا ما عندناش محور تبادلي لهم يخفف الحركه اللي عليهم وفي نفس الوقت يخدم على تجمعات الكتير اللي بتتعمل دلوقتي. تمام سيادتك يا فندم. مش كده؟ تمام يا فندم. احنا فتحنا الطريق ده وسط قاعده المشير حسين طبعا. تمام سيادتك يا فندم. وده امر مهم قوي الناس تعرفه، ان ده ان احنا نغير في شكل القاهره وحركتها القاهره الكبرى عشان نخلي فيه تبادليات، نخلي فيه فرص حركة مختلفة لكل الخيارات. تمام يا فندم. مش كده؟ تمام يا فندم. هو ده اللي احنا عايزين نقوله للناس، وعشان كده طب حجم الأراضي اللي ممكن هنا بعد احنا ما عملنا المحور ده اللي يتم تنميتها. ده يا فندم بيخدم التنمية المستقبلية فعلا. المستقبلية، ولو احنا عايزين نعمل دلوقتي تنمية لمنطقة القاهرة الكبرى
المنطقه دي هنجد اراضي، وانا معدي عليها دلوقتي شفت الحجم الارضي اللي بتاعها دي. فانا عايز اقوله بالنهايه 19 كيلو، لكن هيعملوا نقله كبيره جدا جدا في الحركه، لان انت جايب كمان مش بس من غرب ولا من شرق المحور، لا انت جاي النهارده من الشمال للجنوب، جاي من عدلي منصور لغايه السويس. تقدر تناول زي ما انت عايز في العرضيات اللي موجوده دي، زي محور سعد الشرسي، زي محور فريق محمد فوزي، بالاضافه بقى انك انت نازل ايه؟ انت بتقول له انا هجيبك من المطريه والمرج عين شمس، ونزلك على الشروق ونزلك على وسط. تمام يا فندم، مش كده؟ والوسط دي حضرتك زي ما انت عايز. تمام يا فندم. المحور كله يا فندم هو بيخدم كل حاجه، مش موضوع طرق فقط يا فندم وتلوث، لا يا فندم الموضوع ده الطرق وشبكه الطرق دي كلها بالكامل بتخدم على التنميه وعلى تنميه مستقبليه، تنميه موجوده دلوقتي. اتفتح يا فندم طرق في اماكن فيها اكتشفنا منها محاجر تعدين واماكن صعبه الوصول وصلنا لها، بدا يبقى فيها ثروات للبلد بتدخل لها من خلال شبكه الطرق ده يا فندم، مش مجرد وصول وخلاص. كما أكد السيد الرئيس على أهمية الحفاظ على جودة التنفيذ ومراعاة البعد البيئي في إنشاء مختلف الطرق بمحافظة القاهرة طبقا للمواصفات العالمية، فضلا عن إعداد دراسة للوصول إلى السبل المثلى لاستخدام الأراضي المحيطة بهذه الطرق على نحو أفضل. تم فندم سيادتك فندم جميع المشاريع المكلف بيها فندم بنحرص على تنفيذها بأعلى جودة ممكنة وفي أقل وقت فندم وبأقل التكاليف. بناء على فندم في الجودة احنا بنستعين بالمكاتب الاستشارية لكل جامعة عين شمس وحلوان والقاهرة. سيادتك فندم احنا بنراقب على نفسنا، سيادتك ده احنا المجلدات اللي بنراقب بيها على جميع البنود طبقا عليه. تمام فندم، طبقا للمواصفات الوقود المصري. بالنسبه فندم لتقليل التكلفه فندم، احنا هنا بدانا بفكره ان احنا نعيد تدوير استخدام المواد ونعيد استخدامها تاني، سواء كانت في طبقات الاساس او الاساس المساعد. فندم احنا هنا سعنا بسبع وحدات اعاده تدوير مواد، سواء كان تكسير اسفلت او خرسانات، وبنعيد استخدامها تاني كقيمه مضافه للمشروع. لا هي مش قيمه مضافه بس يا رجل، انا عايز اقول لك انتوا النهارده ده تلوث. انا لما كنت النهارده عندي مخلفات اسفلت برميها في الجبل او برميها في اي حته بلوث، طب انا بقى بدل ما ارميها اجيب محطات تدورها لي استخدمها تاني في الطريق اللي بعمله، يبقى انا لوثت وخفضت من التكلفه 20% منها بتكلفه فندم. بالظبط يا فندم، مش كده؟ تمام فندم، التكلفه فندم والبعد البيئه فندم. طب بص يا رامز، انا وانا معدي كده شفت حجم اراضي فاضت، ادرسوا الموضوع وخلي هندسه ادرسوا تعرضوا عليا بحيث ان احنا وانتم شغالين كده نكون اتحط التصور. تمام، ان احنا مش عايزين الطريق ده يبقى يعني عايزين نستفيد بالارض. اوامر كده، اوامر فندم. شاكرين، اوامر فندم. تتواصل مرحلة الصمت الانتخابي في جميع أنحاء الجمهورية، حيث توقف بموجبه المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملتهم الرسمية كذلك عن عمل الدعاية الانتخابية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية لمدة 48 ساعة قبل انطلاق العملية الانتخابية، ذلك وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات. ويستهدف الصمت الدعائي وإتاحة الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخاذ قراره باختيار مرشحه بالانتخابات. يتوجه الناخبون غدا الأحد ولمدة 3 أيام إلى لجان الاقتراع في مختلف محافظات الجمهورية، ذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار الرئيس القادم لمصر خلال دورة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات. يتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري. ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام في 9 صباحا وحتى 9 مساء. أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أهمية أن يحرص المصريون على المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات الرئاسية، وشدد بدوي على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية. وأشار بدوي إلى أن الهيئة لم تدخر وسعا وجهدا في سبيل الإعداد الكامل للاستحقاق الانتخابي بتفاصيله كافة، وضعة في مقدمة الأولويات التيسير على الناخبين وعدم تجبيدهم أي مشقة إضافية خلال عملية الاقتراع،
كما أكد بدوي أن العمليات الانتخابية ستجرى في ظل ضمانات عديدة لنزاهتها وشفافيتها حتى تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن الإرادة الحقيقية للناخبين، على رأس تلك الضمانات الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق اقتراع، وكذلك متابعة مجريات الاقتراع من جانب مندوب المرشحين، ومتابعة ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وبعثات المنظمات الدولية والإقليمية، إلى جانب ممثلي وكالة الأنباء والصحف والشبكات الإخبارية التلفزيونية المحلية والإقليمية والعالمية. كان المستشار أحمد بداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلن في وقت سابق الانتهاء من الاستعدادات كافة اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد. وأوضح بداري أن عدد لجان الاقتراع الفرعية التي تسيد بأمامها المواطنون بأصواتهم تبلغ 11631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ولافتا أنه وضع في الاعتبار التيسير على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في توزيع الناخبين على المراكز الانتخابية. كما أشار البنداري إلى أن نحو 15,000 قادم من مختلف الجهات القضائية والهيئات القضائية المختلفة سيشرفون على الانتخابات، منوها أن القضاة بدأوا في تسلم الأوراق، ومضيفا أن الهيئة توجهت الدعوة لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر لمتابعة العملية الانتخابية، وقال أن هناك 14 منظمة دولية ستشارك في أعمال المتابعة إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية. كما أكد البنداري أن المتابعة العالمية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية. عقد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا بالسادة مساعد الوزير، كما التقى سيادته بمدير الأمن وقيادة الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية 2024. عقد السيد محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعا بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية بمواقعها عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمتابعة خطة تأمين الانتخابات الرئاسية. استعرض الوزير محاور الخطط الأمنية التي أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات لتوفير مناخ آمن للمواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي في الإدلاء بأصواتهم، وتابع عبر تقنية الفيديو كونفرنس استعدادات مديريات الأمن لتأمين سير العملية الانتخابية وخطط انتشار القوات، ووجه بتدعيم الخدمات الأمنية بمحيط المقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة وعناصر البحث الجنائي مع الحفاظ على المظهر الانضباطي الذي يعكس الصورة الحضارية للشرطة وجاهزيتها وما تملكه من عناصر بشرية مدربة وإمكانات لوجستية متطورة، وكذا تكثيف الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور داخل وخارج المدن وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة. ووجه الوزير بالاستعانة بعناصر الشرطة النسائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لمساعدة الناخبين من كبار السن والمرضى وذوي الهمم مع مراعاة الأبعاد الإنسانية عند التعامل مع المواطنين، وشدد على أهمية تأمين المنشآت الهامة والحيوية وكذا متابعة تنفيذ خطط تأمين احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد. وكلف القيادات الأمنية بضرورة تواصل غرف العمليات الفرعية مع غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة تنفيذ خطط التأمين وسرعة التعامل مع المستجدات، مع التواجد الفعال لهذه القيادات وسط القوات لضمان استيعابهم للمهام الموكلة إليهم. وأكد وزير الداخلية أن التحديات الأمنية الراهنة تتطلب الانضباط في الأداء وتنفيذ القانون بحسم، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة وما حققته من نجاحات تعكس قدرة الدولة على دحر كل من يحاول العبث بأمن واستقرار البلاد، معربا عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على مواجهة التحديات. قال البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازم القصية إن المشاركة في الانتخابات هي حق دستوري وواجب وطني، مؤكدا أن المشاركة تعبر عن وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل بلادهم كما تسهم في بناء الديمقراطية وتعزيز السلم. الانتخابات الرئاسية المترشح فيها 4 من المرشحين، الانتخابات دي بتتم داخل مصر وخارج مصر، تمت خارج مصر الأيام السابقة، وجوه مصر هتبتدي يوم الأحد والاثنين والثلاث على 3 أيام. والانتخابات دهيت هي حق
دستوري وقانوني للمواطن المصري، حق دستوري وقانوني. وكلمة حق أحيانا الواحد فينا يقول أنا ما سيبش حقي، مش كده برضو في أي موقف؟ أنا ما سيبش حقي، وجودنا هو علشان مشاركتنا، ودي نداء لكل المصريين ولأبنائنا الأقباط إن احنا لازم نشارك. المشاركة هي المهمة. ليه؟ لأن أولا لو اللي هينجح، الشخص اللي هينجح، هينجح بخمسة مليون صوت غير لو نجح بخمسين مليون صوت. طب وده هيبان ازاي؟ لما يبان في النتيجة النهائية قدام العالم كله. العالم دلوقتي بقى مرتبط ببعضه، فلما اللي هينجح ينجح برقم كبير يقوم مؤسسات العالم ودول العالم تنظر إلينا باحترام، إن الرئيس ده كيف ما يكون الشخص واقف وراء شعب، واقف وراء أصوات، وبالتالي ده جدير بالاحترام وجدير بالتعاون. طب لو نجح بخمسة مليون صوت بس، لا يا عم، ده علاقته بشعبه ضعيفة، علاقته بشعبه ضعيف، سيبهم يأكلوا في بعض. تحبوا بلادنا تبقى كده؟ تحبوا بلادنا تبقى كده؟ ولذلك أرجوك أنت وإخواتك الأباء الكهنة اللي في الكنيسة والشعب بتاعك تشجيع وتوعية لكل الناس، والثلاث أيام متاحة. يعني ممكن مجموعة تروح أول يوم، مجموعة تروح تاني يوم، أنتوا ثلاث أباء كهنة، أول يوم يروح أول كاهن ويا مجموعة كبيرة من شعبه بأوتوبيس بوسيلة مناسبة، تاني يوم يروح واحد تاني، تالت واحد يروح تاني، عشان نشجع مع إخواتنا كل المصريين من أجل أن صورة الانتخابات تكون صورة جديرة بمصر. تأتي مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية انطلاقا من الواجب الوطني والأخلاقي والديني، حيث إن أول مبادئ المواطنة هو المشاركة سياسيا في كل الاستحقاقات الانتخابية، سواء كانت على مستوى المجالس المحلية أو النيابية أو الرئاسية. فمشاركة الشباب تعمل على ترسيخ مبدأ الديمقراطية في الاختيار لكل فرد، فلكل فرد حرية اختيار المرشح الذي يراه مناسبا لرئاسة مصر. عزوفهم عن المشاركة في الحياة السياسية الذي منعهم لسنوات طوال من الحرص على الإدلاء بأصواتهم الانتخابية أو المشاركة في أي استحقاق دستوري تبدل تماما واتخذ صورة مغايرة خلال السنوات الأخيرة من عمر الوطن. أصبح الشباب من الجنسين أكثر حرصا على المشاركة في الانتخابات المختلفة التي جرت لاستكمال مؤسسات الدولة، مجلس الشيوخ والنواب وانتخابات رئاسة الجمهورية، سبقهم انتخابات الموافقة على دستور البلاد. أمام اللجان الانتخابية امتدت صفوفهم لعشرات الأمتار، يزينون بحيوية وجودهم مقار الانتخابات، يدفعهم على المشاركة الأمل في بناء المستقبل وتنمية دولتهم، الأمل الذي تشكل بقوة نتيجة الحراك السياسي الذي شهده المجتمع خلال العقد الأخير ونيف. في كل المحافظات ظهر بقوة توافد الشباب على اللجان الانتخابية. لم تختلف حجم المشاركة في الريف عن الحضر أو في الأحياء الشعبية عن غيرها. المشاركة في الإدلاء بأصواتهم دائما ما تترافق بمشاعر البهجة والسرور، مبعثها الشعور بأن الصوت الانتخابي له وزن وأنه مؤثر وفارق. فمحى ذلك تهميش شعر به الشباب وغيرهم لعقود طوال، وليثبتوا للعالم أجمع ما تحقق على أرض وطنهم من تغيرات إيجابية وما حصلوا عليه من حقوق. وتجيء الانتخابات الرئاسية التي تجري رحاها حاليا في مصر فرصة جديدة لشبابنا ليثبتوا فيها حرصهم على التغيير، تغيير الوطن للأفضل، تغيير الظروف للأحسن، وتغيير الحاضر ليكون المستقبل أكثر إشراقا، يحتل فيه الوطن مكانة متقدمة يستحقها بين شعوب العالم. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.
أخفق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار تقدمت به الإمارات العربية المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لدواعي إنسانية في قطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي أبلغت فيه الولايات المتحدة المجلس برفض الوقف الفوري لإطلاق النار. وخلال الجلسة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش أنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة، كما لا يوجد مكان آمن في القطاع. وأكد غوتيريش أن الغذاء ينفد من السكان كما ينهار النظام الصحي بينما تتصاعد الاحتياجات. ودعا غوتيريش إلى إعلان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، مؤكدا أنه لا يمكن تبرير العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني. إن خطر انهيار المنظومة الإنسانية على ارتباط وثيق بغياب أمن وسلامة موظفين في غزة وبطبيعة وكثافة العمليات العسكرية التي تحد بشكل كبير إمكانية الوصول إلى الناس التي هي في حاجة ماسة إلى المساعدة. التهديد بالنسبة إلى أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة في غزة غير مسبوق. أكثر من 130 من زملائي قد قتلوا، كثر منهم مع عائلاتهم، وهي أضخم نسبة من خسارة الأرواح في تاريخ منظمتنا. طالب مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وأكد مندوب مصر خلال جلسة في مجلس الأمن الدولي أن الحوار والتعايش السلمية هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة، مشيدا بموقف الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التصعيد في غزة. تشدد المجموعة العربية مجددا بأن المطالبة بوقف إطلاق النار وفتح المعابر والسماح بعبور المساعدات الإنسانية ليست استرحاما أو استعطافا، ولكنه حق أصيل من حقوق المدنيين رسخته الأطر القانونية الدولية والمبادئ المتعارف عليها لحقوق الإنسان، كما أنه واجب والتزام سياسي وقانوني وأخلاقي يقع على عاتق مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره. ميدانيا تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى. وشن الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة وقصفه المدفعي على المنازل في الأنحاء الشمالية من القطاع، بينما تركز القصف في منطقتي جباليا وبيت لاهيا، كما طال مراكز للإيواء وتسبب باشتعال حرائق كبيرة في المنطقة. وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي الأحياء الشرقية لغزة، كما تعرض حي الشيخ رضوان لقصف عنيف استهدف المنازل. وفي وسط القطاع استهدف القصف الإسرائيلي منازل المواطنين شمال مخيم النصيرات، كما استهدف مسجد يافا في دير البلح ما أدى لتدميره بالكامل. وتعرضت مدينة خان يونس لأحزمة نارية من الطائرات الإسرائيلية وطلب منازل وأحياء بأكملها، كما دمر الاحتلال المسجد العمري الذي يعود تاريخ بنائه ل 1400 عام. هذا وارتفع عدد الشهداء الى 17487 شخصا، نحو 70% منهم من النساء والاطفال، كما زاد عدد الجرحى عن 46000. وصف مدير اعلام الهلال الاحمر الفلسطيني الوضع الصحي الراهن في شمال غزه بالكارثي للغايه، مشددا على الحاجه الماسه الى تدخل اممي سريع من اجل منع تفاقم الازمه الصحيه داخل القطاع، كما اكد مواصله جميع الطواقم الطبيه في الهلال الاحمر الفلسطيني عملها تجاه جميع الفئات المتضرره من العدوان الاسرائيلي على غزه، مستنكرا الانتهاكات الاسرائيليه كافه التي ترتكب بحق مقدم الخدمات الصحيه من قتل واعتقالات في القطاع. وأشار إلى استشهاد 281 من الكوادر الطبية بين طبيب وممرض ومسعف، كما أشار إلى توقف أكثر من 27 مستشفى عن العمل من جراء العدوان الإسرائيلي. قالت كتائب القسام إنها أحبطت محاولة إنقاذ محتجزين إسرائيليين نفذتها قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بالإضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي أسير. وأكدت كتائب القسام أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوة الاحتلال الإسرائيلي في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، مشيرة إلى استهداف آليات عسكرية إسرائيلية في بيت لاهيا شمالي القطاع وخان يونس في الجنوب، كما أعلنت كتائب القسام رشقة لأبيبة بالصواريخ ردا على المجازر المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين. وفي
في الضفة الغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم الفارع الواقع جنوب محافظة طوباس. وأفادت الوزارة أن جنود الاحتلال الإسرائيلي المقتحمين للمخيم منعوا سيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى المصابين ونقلهم للمستشفيات. كانت قوات إسرائيلية خاصة قد تسللت إلى المخيم في البداية، ولاحقا دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إليه، بينما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات واندلعت مواجهات مع القوات المقتحمة للمخيم وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت طقس لطيف نهارا على القاهرة وكافة الأنحاء، بارد ليلا، وإلى حضراتكم بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله. بدرجات الحرارة نكون قد وصلنا إلى ختام أحداث 24 ساعة جاءت لحضراتكم من التلفزيون المصري. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.